بامانه طبعا ضد مجهول. وكلميني بقى عن التجربه دي والعمل مع نجمه كبيره زي غادة عبد الرازق، كان الحكايه ازاي وانت قلقانه من الوقوف قصاد غادة عبد الرازق؟ التجربه شايفاها ازاي واللقاء برضه خش؟ التجربه نفسها كانت حلوه قوي، وكنت اكيد خايفه اقف قدامها، بس هي طمنتني قوي انها قعدت تقول لي انا زي مامي، تلاقيش مني يعني كانت زي مامي فعلا بالظبط، كانت طيبه قوي وتفضل تنصحني ما تلاقيني قلقانه او حاجه وتفضل تهزر معايا، فكانت بتحسسني ان هو فعلا مامي. المشهد كمان عمل ضجه وعمل ترند على السوشيال ميديا يعني بشكل غير طبيعي، كنت متوقع حاجه زي كده؟ كنت متوقع ان هو يبقى حلو، بس مش انه يجيب 1 مليون فيوز في اول يوم، لو كنت متوقع كل ده.